الحرباء هي حيوان من الزواحف، تتواجد في كل أنحاء العالم تقريبا وتعيش في الشقوق. والحرباء حيوان مفترس يستطيع تقريبا أكل أي شيء يمكن أن يدخل فمه، من الحشرات إلى الزواحف إلى القوارض الصغيرة. الحرباء يفضل شرب الماء الجاري ولا يأكل النباتات إلا في حال أن الماء قل في جسمه ولم يجد مصدرا للماء. تصطاد الحرباء غذاءها من الحشرات عن طريق إخراج لسانها بسرعة باتجاه الحشرة التي تريد اصطيادها، ثم تسحب بلسانها الحشرة التي التصقت به وتقرضها ثم تبتلعها. الحرباء فصيلة من السحالي تتفرع إلى حوالي 100 نوع، تعيش معظمها في الغابات في أفريقيا، ويعيش عدد ضئيل منها أيضا في الجزيرة العربية وجنوب آسيا وفي جنوب أسبانيا.